قريب منه بالمرة. ليش شو الموضوع؟ مانك شايفه متوتر كتير؟ قبلي بالسيارة تبعه. قبلي؟ رجعوا يا شباب، زل على ورا، كدوا كدوا. سيدي كأنه هذا القنبلة بسيارته. قنبلة على الأرض. يلا بسرعة تخبوا ورا السيارة. انتبهوا. انتوا مناح شباب؟ لا تخاف علينا سيدي، نحن بألف خير. دورة؟ 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 انت منيح؟ لك ممدوح؟ دورة؟ دورة؟ انا منيح، ما فيني شيء. انتوا مناح؟ نحن مناح. مرقت على حبل على السلامة. خلاص لا تخافوا يا عمري. انتوا مناح؟ لا تخافوا. تمام تمام الحمد لله. خلاص حبيبي لا تبكي، ما في شيء، كل شيء تمام. على شوي كنا رح نروح فيها. تعال دورة، تعال. الله ستر. تعال دورة. لا تخافوا راجع. هذا صار له شيء؟ كلنا بخير سيدي، ما فينا شيء سيدي. انا ما بعرف شو بدي لكم، بفضلكم أنقذتوا حياتي وحياة زوجتي وولادي كمان. شكرا. نحن عملنا واجبنا، منيح كتير اللي ما تأذى حدا. أي نعم سيدي، واضح أنه كان غشيم بالقنابل، انفجرت قنبلته بين إيديه. بيستاهل عديم الشرف. معقول في حدا ظالم هيك؟ في حدا قليل شرف هالقد؟ ماني عم صدق، ما كان في هيك شغلات بهالدولة. مين بيساوي هيك شيء؟ مين بيساويها؟ يلي عم يخططوا ليسرقوا هالدولة، يلي بيتغذوا على دم ولاد الوطن، نصابين ووحوش ما بيعرفوا الحب ولا الإنسانية. شو ما بتسميهن قليل، بس شوف شلون نهايتهن. مثل اللي بيحفر حفرة لأخوه هو اللي بيقع فيها. آه بس لو يعرفوا إنه كل شي حلو بهالدولة هو أمانة نظيفة من الأجداد. فاكرين الدولة ضعيفة، بس ما بيعرفوا إنها بتقدر تحمي حالها وتفجرهن. برأيكم شو السبب وراء عملية الاغتيال هاي؟ بتعرفوا من وراء العملية؟ يا شباب هالسيناريوهات صارت معروفة، مثل هادي دائما بس يكونوا بصحة منيحة بيشتغلوا. كل ما تخربطت هالدولة بيفرحوا وبيصيروا يشتغلوا فيها، وهذا اللي بيقوي اعتبارهم وبيعملوا هيك عمليات إرهابية. بس مثل عادة كل محاولاتهم فاشلة للأسف. بينكتب سيناريو هالفيلم هيك، وهالسفل اللي رح يقولوا هذا مات خلي خبير قنابل تاني يجي هلأ. ومنيح اللي جماعتهم فاشلة. شلون انفجرت القنبلة فيه؟ على الأغلب من عدم خبرته، ونحن كنا هنيك بلحظته، يعني بكل الأحوال هو كان رح يفشل. ماريو بيك، أنت شو تعليقك على الأحداث اللي صارت؟ أنا كتير مرتاح، وبعرف إنه هذا الشيء ما له علاقة بأعداء اليهود أو حتى له علاقة بالأحداث اللي صارت بغزة. منوب فرهود، فرهود ما نجحت بهالشغلة. هذا الشيء ما بعرفه. هلا تخربطت كل خططنا. همام وينه هالزلمة؟ خليه يجي على الطريق سيدي، رح يوصل. بس عرفت انه محاولة اغتيالي ما لها علاقة بيهود. كتير حابب اعرف شو القصة اللي رح يحكي لنا اياها. الميراث اللي ورثته من ابي وجدي، محبتنا لهالدولة ومحبة هالدولة إلنا، شو ما كان دينا وعرقها، شو ما كان. هالدولة من مئات السنين هي اكبر مثال شفناه على المحبة والصداقة بين دول العالم، وأنا إلي الفخر إني يكون شخص من هالدولة هي. شوف هالرزالة هي، هالحيوان قال إله الفخر. وبهالمناسبة أنا حابب إني أتشكر قوى الأمن مرة تانية، ورح خبر كل المشاهدين بدون ما نحن نشعر منلاقي شخص عم يراقبنا ويحمينا دائما. كان لازم يموت اليوم، كان لازم يندفس هذا الزلمة، ما رح تصرنا هيك فرصة مرة تانية. يا شباب حابب إني الحديث بكلمتين. لو كانت حققت هالجريمة المروعة لكانت رح تكون مشكلة كبيرة لدولتنا،
قديش كنا رح نتخانق هلا؟ انتو بتعرفوا هدول ما بيحبوا هالدولة، بدهم يهينوا الشعب، ما بدهم ديمقراطية، بس خليهم يعرفوا قوة اللي بدهم يربحوا عليهم. هالمكان مفتاح المنطقة، يلي قلبه نظيف رح يحب هالوطن ويعشقه. بس هدول الناس بيلزقوا مثل القراد وبيمصوا دم الدولة. إذا تدخلت بطريقة غلط وما شلت القراد فرح يتكاثروا ويقتلوا الدولة. على كل ما في داعي للشرح أكتر، كل شي واضح. كل ما تخانقنا بين بعضنا منلاقيهم بينبسطوا أكتر. سيدي بكفي هيك، رح يتم التحقيق بتفاصيل القضية. يعطيكم العافية. شكرا لك. يلا نروح. يلا بكفي هيك. يلا خلينا نروح. كنا معكم مباشرة من أمام مكتب الدعم، والآن نعود معكم إلى استديو الأخبار. شكرا لك رنا. خلدون بيك، حضرتك كيف ممكن تقيم هالوضع؟ ما في شيء أبدا لحد نقيمه، كل شيء واضح مثل عين الشمس. عم ينحكى عن النجاح تبع الشرطة، وين هالنجاح بالله؟ عم يقولوا إنه منعوا الاغتيال، بس ما حدا عم يقول شو أسباب التخطيط لهذا الاغتيال. طيب نحن فينا نعرف مين اللي كان عم يستهدف مواطننا اليهودي وليش كان عم يستهدفه ومين السبب بهالشي؟ ما حدا قال شي. جماعة الأمن شافوا الفاعل وبينوا لكل العالم إنهن هن منعوه، بس إنه هالشخص ما عرف يتعامل مع قنبلة وإنه تنفجر القنبلة بسيارته، برأيي بانها مقنعة بالمرة. وشو رأيك؟ طبعا سبب محاولة الاغتيال هو الكلام يلي حكاه رئيس الوزراء، خلى بعض مواطنينا يصيروا الهدف، حرك حركة العداوة اليهودية. هلأ كل شخص ما له نفس على شيء بيقوم بيساوي هيك شغلات. هنن عم يوزعوا الديناميت بهالدولة، ما بنعرف إمتى حدا بيتحرك، وحتى الأمن كمان. طيب شو رأيك برجال الدولة يلي أعطوا دعم لكلمات رئيس الوزراء؟ هاي بس من شان الانتخابات، تركيها. هلأ صار يقولوا إنه صار فاتح مؤتمر داوس وهلأ عم يعاند إني فيه. استغفر الله. هاي مو سياسة دولة، حتى ضيعة ما بتدير. أنا كتير قلقان على مستقبل تركيا، رح يضيع محصول السنين دفعة واحدة ورح نصير من دول العالم الثالث. أوف منك، ناقص يقول كان لازم نقتل الزلمة. العالم الثالث قلون اعتبار أول. الشيطان عم يقل لي فوت على هالتلفزيون وقتله. نتحكم بأعصابنا. إذا هيك قالك الشيطان فساوي العكس. دول الشرق الأوسط. شوفي أنسة، هدول عم يخدعوا هذا الشعب عينك عينك. بيكفي 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 ولك بيكفي، يخرب بيتك على هالحكي. ايه غيث شو عم تساوي؟ ضابط اهدى شوي. اهدى شوي ما بصير هيك. اتركني سيدي ارجوك ان شاء الله. اهدى شوي بقى، خلوني يكسروا والله يا جماعه. هذيك المره انا كسرته. ماشي اصطفل، الواحد بيرتاح، بس بعدين جبت جديد غصب عني، وحتى بالتقسيط روح ارمي هالتلفزيون. الرجال ما لازم يتراجع، بس تشتري بداله. مزبوط. اي والله لا اشتري بداله، وراح اجيب واحد 64 بوصه وبلازما كمان. خلص اتركوني جدو. غيس شوف هلا عمل لك لا تساويها، بس طالما قلت راح تشتري واحد جديد 64 بوصه بلازما، ها وهي الشباب شاهدين. موافق تمام. والله وانا بشهد يا سيدي. وانا كمان شاهد على كلامه. كلنا بنشهد. لك بتعرفوا شو صار لك غيس؟ كنت ما تتراجع عن كلمتك، شو القصة؟ اي والله بزته من الشباك وبتخربق بحق واحد جديد، بس روضة فاتح والراتب قليل وديون فوق راسي. ايه هيك ها، حتى الرجولة بتوقف عند المصاري بالزمن يا بطل. حطه بمحله. تفضل فرهود بيك. البالي ما نجح بهالشغلة. التسع أصابع معصب كتير. أفضل واحد برجالنا تقطع لألف قطعة همام. برأيك ما لازم تكون معصب يعني؟
سيدي نحن ما قلنا أي ذنب بالشيء اللي صار. يلي صار أنا ما بدي أسمع أي حجج منك. كان لازم تصير العملية، لازم يموت هداك اليهودي، كان لازم تخلص الشغل فرهود. بس يا سيدي رح يكون حسابك كبير كتير على فشلك هاد، رح استولي على كل أموالك. سيدي مو كتير هيك؟ أنا جبتك من الشارع فرهود، ربيتك وكبرتك، وهلأ بسببك أنت كل التنظيم صار بخطر كبير. أنت بتعرف بسبب فشلك بهالعملية أنا شو خسرت اقتصاديا؟ كل وراء النقدية يلي بالبورصة راحوا بالهوى. شو بدك يعني وقف اتفرج؟ سيدي رشيد كمال خبر الشرطة على الخطة. الحق على مين؟ إذا ما كنت بتمشي الكلام على رجالك فهذا بيعني إنه إدارتك ضعيفة. هلأ شو ما في عندك صار إلي؟ حتى لازم تعرف إنه هالرأس اللي على كتافك هو إلي أنا. ما عم تفهموني سيدي، رشيد كمال هو يلي خرب خططنا كلهم. ايه حلو كتير الشغل مع الناس الشريفين والسادين، وبالمناسبة كمان قلال يلي مثلكم بهالأيام. بس نحنا لسه ما انتهى شغلنا معك يا كمال بيك. لا تنسى يلي بيلعب بالنار رح يحرق أصابيعه، ورح يجي يوم وتحرق حالك صدقني. بس رح قلك حضرة الضابط غيس، مزبوط منحترق بس منولد من رمادنا مرة تانية. نحنا منحترق ومنحرق كمان. انت أخذت الإذن؟ يلا نقلع من هون. بس لا تنسى بأول غلط تاني إلك رح تكون ضيفنا الدائم، فهمت؟ على راسي حضرة المدير، على راسي. ليش مو كلنا ضيوف بهالدنيا؟ اي مزبوط، بس بيسألوك كيف كانت علاقتك مع صاحب الدنيا. يلا نقلع لشوف. الشرطة ايمتى رح يفهموا مين نحنا؟ ايه والله اغبياء كتير. ها اجا المعلم. ها هاي اجا المعلم كمال. بس بتعرفوا اليوم حلو للتسلاية؟ انا بدي روح هلا واستمتع بطعم الحرية، وانتو تسلوا بشغل الورق وغيره. يلا شفناكم بخير. طعم السجن بشع كتير والفيقة فيه بكير. اتفرج على الشرطة المجانين وانت عم تشرب قهوة، ما في أحلى من طعم الحرية. هاي هاي هو. شوف على هالشغلة، الحقير عم يتمسخر علينا وما فينا نساوي شيء. تحمل شوي دوره ونحن اللي رح نتمسخر عليه، بس وقتها رح يكون منتهي. ان شاء الله دوره، ان شاء الله. خلينا نفوت. صاير لسانك طويل كتير فرهود، لا تظن انه لسانك هذا الك كمان. بتعرف اني بقطعه هلا وبرميه للقطط، ما رح تتحرك خطوه لحتى تصلح المسخره اللي ساويتها وترجع الامور. اسمحوا لي سيدي، بس اعطوني فرصه واحده. تفضلوا، مع السلامه. عن اذنكم. فرهود بيك، التسع اصابع حكى هيك لانه معصب، بس لتهدى اعصابه رح يكون كل شيء مثل ما كان، لا تقلق. عديم الشرف رشيد كمال الخاين، ما رح نام قبل ما ساوي جسمه مثل الشبك. وينه هالزلمه؟ إذا كان اتفق مع الشرطة فبيكون برات السجن. منشوف، لازم نلاقيه، لازم نحاسبه على اللي سواه. أنا لازم انهي موضوع خيري، ما بدي يعملنا مشاكل ويحكي شي للشرطة. ماشي، خلص على خيري وخبرني إذا عرفت شي عن كمال. Yeah.
كل ما بقول فاصولية ورز بجوع وبصير ريقي. هلا بتكون أختكم هدى مساوية طبخة ما في مثلها، فاصولية ورز ولبن بخيار. أوه والله أنا جوعان كتير. وأنا كمان جوعان. ورانا ومليكة عنا. مليكة؟ إيه حلو كتير، مناكل كلنا مع بعض. الله يبارك بالجماعة. يلا تعالوا. يلا أمشي. ها اجوا. ايه السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام يا حبيباتي. انتو مرحبا، مساء الخير. اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا. كيفكم؟ اهلين. ما شاء الله، شايف جماعتنا ما عم يتركوكي لحالك. الله يخليهم، ما عم بيقصروا. طبعا ما رح نتركها، نحن دائما بحاجه لهيك انسانه معنا، لازم المكان يضل مليان على طول. كيفك ممدوك؟ منيح رنا خانم، وانت كيفك؟ شو اخبار الاشاعات؟ منيحة كتير، في يوميات كتيرة. أختي هدى كيفك يا أحلى أخت بالعالم؟ مساء النور، أهلا وسهلا فيكم شباب. خلينا نقعد هون. تفضل عدونا بهمش من الأكل. نورة تعالي. يلا دورة، عود هون جنبي. يا سلام، كيفك أيمن؟ منيحة ما مندوب. لدوق المخلل. لحظة سيدي. يلا مليكة، أنت هلا جديدة بيناتنا، ها؟ في قواعد لازم تعرفيها. بابا رح تقول هديك الشغلة مرة تانية؟ اي طبعا بنتي. استنى بابا، انا بدي احكي. تفضل. واحد الاذن من نجيب. تاني يعني الرز ما بصير دون سلطة اللبن بالخيار. والاهم ما بصير من دون فاصولية. يحرق حريشك. هي اجى الاكل. اهلا وسهلا فيكم. يا سلام، تفضلوا لشوف. صحة وهنا على قلبكم. شو ها؟ سيدي، شرف توزيع الأكل إلك أنت. تفضل. يا خانو، ما بعرف ليش متغير كتير شكل الفاصولية حب. شو صاير؟ شو هادي ها؟ هذا شو هادي؟ هي أكلة بالصوص. صوص شو؟ شو كانت؟ إيه لازانيا. لازانيا؟ شو هاد؟ مدينة بترابزون. المعكرونة يلي بتعرفها انطبخت بالفرن، وبعدين مليكة يلي طبختها. شو؟ سيدي اللازانيا طبخة محلية بمناطق البحر الأسود وهي كتير لذيذة. شوفوا هاد كمان. صار خبير طبخ كمان. معقولة؟ اللازانيا طبخة إيطالية. لك خلاص، شو ما كانت، المهم أنه تصبونا بالصحون. يلا العظيم كتير جعنا. يلا يا جماعة. رح تشوفوا بدكم تاكلوا أصابعكم ورا هالأكلة. تعرفوا يا شباب، صاير انقلاب بالبيت. كانت الحكومة بالبيت تساوي اللي منحبه وبس. الحمد لله على السلامة رشيد كمال، عرفنا بالخبر. شكرا لك فيفي. لسه ما بيعرفوا انهم ما بيقدروا ينهوني بهالسهولة. اكيد انت بدك ترتاح شوي هلا. ايه طبعا، طلعت من السجن، انا رح فوت على الغرفة شوي، وانت طبعا رح تهتمي فيني. انت لا تقلق، رح نهتم فيك ونريحك على الاخر. تفضل على الغرفة. يلا لا تخليني استنى، ها؟ تفضل معلم. لما بكون من دون أسلحة والله بحس كأني مثل شي طفل صغير آخدين منه ألعابه. ما غلطوا معك هنيك مو معلم؟ ولك مين بيقدر يغلط معي بأي مكان؟ ولك أنا اسمي رشيد كمال، رح خليه يندم على اليوم يلي ولد فيه. يلا لشوف، انتو كمان روحوا على غرفكن وارتاحوا شوي. حاضر معلم. يلا لشوف. فات العصفور على القفص وعم يستناكن. أنا جاي فوراً فيفي، رح أدعس على راسه ورح ننتفلو جناحاته كمان. أصحك تبيني له شي؟ لا تشغل بالك،
أنا ما حسست بأي شيء. جهزوا حالكم رايحين. لوين معلم؟ رح نروح الصيد، الصيد البري. رح نصيد الخنازير، وفينا نقول كمان نصيد الضفادع. لورا، شو هالأكلة هاي؟ شو رأيكن؟ عجبتكن الأكلة؟ والله ممتازة كتير، اسلموا إيديكي. مليكا، علميني هالطبخة مشان أطبخها لصغار كل فترة. ممتاز أمي، ممتاز. أخي نجيب، عجبتك الأكلة؟ طعمتها مختلفة شوي. والله ممتازة، والله عجبتني كتير، يسلموا إيديكي. دورة، جدي كان يقول شغلي، العنزة إذا أكلت عشب ما بتعرفه يا بيوجع راسها أو سنانها. بتعرف لما كان عمري 4 سنين أنا شربت شوية كلور بالغلط. ليش الكذب طعمته أطيب من هي؟ لا تسألني، والصوص اللي فيها كأنه زيت محروق. مزبوط. أنتوا على شو عم تتوشوشوا يا شباب؟ كنت عم خبره اني ما اكلت كازانيا طيبه بحياتي. حاسس اني قد ما اكلت منها ما بشبع. مو كازانيا ولاك، اسمها لازانيا. لازانيا. لازانيا، لازانيا. طالما هيك يا خانم، حط شوي من هالاكله لغيس، ما بدنا الولد يضل يقول انا ما شبعت. انا رح اسكب له. طالما حب اخليه ياكل. اوه، صحه وهنا دورة. صحه وهنا سيدي. والله حرقتني هيك، لو قوصتني ما كان أحسن. يا ريت لو كان الشيراز معنا كمان. مزبوط، والله استفقدنا لها. يا ريت لو كانت خالة حليمة معنا كمان. خلصت أكل على غرفتك، تأخر الوقت خلص دروسك. ماشي بابا. أنا رح روح جيب الشاي. مو نحن قليل كتير لحتى نجتمع مع بعض مثل هيك جمعة وندردش؟ برأيي منشرب شاي. أخيراً إجيتي؟ ما شاء الله، إيديك قوايا ها؟ أوه، يا مهلك يا مرة، بدك كسري ظهري يعني ها؟ شو عم يصير؟ بدك ما تواخذنا، إيدي قوايا شوي. Thank you.
خيري وينك؟ خيري؟ خيري وينك انت؟ اذا كنت متخبي اطلع. خيري انت هون؟ اكيد هذا هو ما مخطط لشي. خيري؟ خيري؟ حاجة تصرخ، هي اجيت. اجيت لحالك؟ ليك اصحك تحاول تلعب معي. فرهود بيك خاني، بس انت مختلف عنه. طبعا ما بتخون حدا. لليوم انا ما خنت حدا. جبت لك الجواز والمصاري يلي طلبتهم. واخيرا قدروا رجالك يشتغلوا شغل منيح فرهود. انا برايي تشغلهم هون ويساووا مساج للناس. انت رح تتحاسب على خيانتك لقلنا يا سيد رشيد. ايه فرهود بيك، اشتغلنا ولعبنا مع بعض لفترة، ويلي صار انه كل واحد دخل جول على التاني. بس انت دخلت هذا الجول على مرماك، والحكم هلأ رح يصفر لانتهاء اللعبة، وهلأ عم تلعب بالإضافي. فيك تقول آخر شي عندك؟ من زمان كتير في واحد تاجر أسلحة حكالي نصيحة، بس ضلت عالقة بدني لهلأ. بتحب إلك ياها إذا بدك؟ وشو هي؟ حتى لو كنت صديق للذئاب، اصحك تترك الفاس على الأرض بالمرة. قديش نحن صرنا مع بعض بس لسه ما عرفني منيح. حتى على القبر ما بروح من دون سلاح. طيب ليش؟ لأنه أكلي لحوم البشر يلي مثلك بكل مكان. اوعكن حدا يتحرك، وإلا رح فجر راس هذا اللوح فورا. تفضل روح لنشوف، لنشوف لوين رح تهرب. اوعك تقرب مني، تعرفني ما بمزح بنوب. لا تقرب مني، قلت لك لا تقرب ولا بقتلك زلمتك. يلا اعطيني الأمانة. يلا هما ما اعطيها لي الإشارة لأنها هي الشغلة. يا الله شو عم بيصير؟ نصبت لي كمين؟ انت واحد خاين. اترك اترك المسدس، اتركه اتركه يا حقير. ما عدت عندك يا همام، ما عم شوفوا لهذا الكلب. شو عم بيصير؟ يلا اهربوا بسرعة. هتشوفي هتشوفي معاه كمان. يلا تعالوا بسرعة بسرعة. اترك المسدس عم بقلك، اتركه. يلا بعد من عندك. كنت رح تقوصني. اتركني. أنا رح أقتلكن، رح أحاسبكن حساب عسير. هرب فرهود بيك؟ ايه شفته، اتركه يروح، على الاقل شهر ما راح يقعد مرتاح. شو ساويت فرهود بيك؟ بسببك هربوا زبايني، شو راح يصير باعتباري؟ انت بهدلتني. حاجي لعي فاضي، ليش وين اعتبارك انت؟ يلي بيسمعك بفكرك كتير مهمة، ما حدا شايلك من ارضك. تعرف ممدوح كأنه في حجر بمعدتي. اوف. يا الله تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا شباب. مليكة شرفينا مرة تانية. ان شاء الله. ايه ما كان في وقت، ولكن طبخت لكم مالي باو. لك منيح اللي ما طبخته. لا 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 نحن اكلنا هالمرة من طبخك، المرة الجاية علينا رز وفاصولية.
لك نحن تركنا السيارة بالبيت. انت وصل الدورة رح توصل البنات ما دورة. انا عندي شغلة مهمة شوي لازم روح. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. واضح انه المناقصة رست علي. يلا اطلعوا. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانتوا بألف خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. أنا رايحة أفتح الباب، بلكي بدكم تحكوا شوي مع بعضكم؟ بتحب تشرب قهوة؟ هلا؟ أنت راح تساويها؟ إيه؟ معناتها غير مرة. لك عن جد الأكلة سيئة؟ شو بساوي؟ بتعرف صار لي فترة بعيدة عن أكلات البلد. ما بدك تجي يعني؟ لازم روح. عم قول لحالي إذا بروح رقيد على البيت لهضم يلي أكلته. إيه بدك تقولي شي؟ مو هي مليكة تبع فرهود؟ علاقته قوية، البنت رح تاكله للضابط غيس. طيب بكرة إذا عندك وقت منشرب شي سوا. شو تراجعتي عن كلامك؟ كيف؟ بطلتي تقولي يلي كنتي بدك تقوليه؟ لا هلا قلت لك بشوفك بكره. اي بشوفك وليش لا، انا رح اجي اخده لفاتح، بلكي بنقعد وبنشرب شي سوا. تمام. تصبح على خير. وانت بخير. هلا صار الوقت لحتى انتقم من فرهود ومن همام. ايه غيس، برايك معقول يكون في حدا غشين لدرجة تنفجر القنبلة بين ايديه؟ مين في هونيك؟ منيح انفجرت القنبلة بين ايدين الزلمة، او بجوز حدا حطها هونيك. شو عم تقول؟ ارفع ايدك لفوق، ارفعوش. اهدى شوي، نحن رفقات، نزل المسدس. خلاص ما في رفقة، يلا خليني اشوف ايديك، قرب لعندي وفرجيني مين انت. إذا أنت نزلت المسدس على الأرض فرح تشوف إنه نحن رفقات. وهي الحليب. وأنا أجيت ولزقت هون، عيب مشان السيد سوحة. لا تقلق يا حبيبتي، أبي بأنقرة وما رح يجي لكم يوم. شو هادية؟ مين بيجي بهالساعة؟ بلكي يكون غايس رجع. أو بلكي يكون ممدوح. إيه لا أنت ارتاحي. يا خاين، خير الحقير الخاين.
انت شو لك شغل هون؟ كل المحلات مسكرة، قلت بلاقي طلبي عندك. يلا فوتي لجوا، امشي. لك فوتي. خيري استنى وحاجتك مسخرة، انت رح تنمسك بكل الأحوال، اتركني. ماني جاي من شانك ولا بحبك بنوب، بس انت آخر حل عندي. رنا مين اللي إجا؟ غيس شي؟ لا هاد مو غيس، هاد رفيق قديم إلي، رفيق قديم بحبه كتير. هلا نزل مسدسك لحتى نحكي مع بعض. احكي شو بدك تحكي؟ ها؟ انت شو بدك مني؟ مفكر حالك خبير بس ما انا غير شخص هاوي وبسيط. نحن من زمان عم نراقبك لك، انت شاب قلبك كبير، والأهم من كل شيء انك عصبي، بس انت لوحدك. ليش انت مانك سمعان من قبل؟ الاسود ما بيمشوا غير لوحدهم. احكي لشوف شو السيء اني كون لحالي؟ شو السيء؟ رح اقلك هلا. فيهم يقتلوك لما بدهم ويزتوا جستك بشي مزبلة. بس لهلأ ما قدروا يساووا، ما هيك؟ وبلكي ما حدا سمع بهالشي. انت فكرت بهالاحتمال؟ على كل هالقصة كانت منيحة لنا نحن الاثنين. انا اجيت لأعرض عليك فرصة، فرصة عمرك كلها. لا تحكي ولك، لا تلف وتدور وتسمعني كل هالحكي الفاضي. قول شو بدك بسرعة. لساتك بأول الطريق، فينا نعرض عليك مهمة لتكمل الطريق كله، فينا نساوي منك بطل حقيقي. ومين انتو؟ مجموعة بتحب بلدها. امشي. شو القصة رنا؟ فوتي. لا تخافي مليكة، هالخاين مفكر يلعب معنا. لا تحكي رنا، بس لفجر راسك بتشوف اللعب على أصوله. يا خاين شو صار؟ يلي كانوا يدعموك داروا لك ظهرهم ما هيك؟ زدتوك مثل ما بزدتوا أي شغلة؟ هالشي بسبب خطيبة فرهود، هداك الحقير خاني. شو عم بيصير؟ انت مرة ولا رجال؟ شو مفكر خيري؟ الحجر يلي ما بيعجبك بفجك. هلا انت لازم تساعدنا، بس اذا ما كنت مهتم بعرضنا فانت ادرى. يلعنك تافي، مفكر حالك رح تهرب بعملتك؟ شو هالوضع؟ من كم يوم هربت من الجبل وهلأ صرت رهينة هون؟ أوه، تعودنا على هالشغلات. اي والله صباح الخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين. والله شغلتك غريبة كتير، ليش طلبتني من الصبح بكير؟ يلا تعال خلينا نفوت لجوا، أنا بدي منك شغلة. لنشوف شو بدك، الحقني يلا. يلا. تفضلوا سيدي. شكراً حكمان. صباح الخير سيدي. صباح الخير. صباح الخير سيدي. صباح النور. في ضيف كتير مهم جوا عم يستناك. مين هالضيف عاصم بيك؟ سيدي إجا من قبل، أنتوا أكيد بتعرفوا. هديك القصة، ما لنا شغل مع هدول الناس، يا ريت خبرته يروح من هون. انت كمان جبت لكم تحيات السيد. ما بدي تحياته بالمره. شو بدي اسوي يا ترى؟ بروح وبقابل رئيس البلديه؟ غيس خير؟ مانك على بعضك؟ انت متضايق من شي؟ لا لا، تعال نشرب كاسه شاي نتشارك الهموم. عن أي هم بحكي لك سيدي؟ أنا ما بدي أنزع مزاجك من الصبح، مع إن إذنك عندي شغلة بقضية وبرجع لهم بعد ساعة. أنتوا لا تقلقوا سيدي، أنا عندي اقتراح بهالخصوص. يا ترى منطالع جنازة رئيس البلدية بنص الأخبار لحتى نقول عنه إنه هو شهيد الديمقراطية؟ بيكون حلو،
وبعدين منكتب بالمقالات كل الناس اجت على العزاء تبعه، بعدين الشخص يلي بده يرشي حاله للانتخابات بيكون ربح الانتخابات بدون أي تعب. الشخص يلي بدنا اياه معروف، عاصم مساعد رئيس البلدية رح يصير الرئيس، هديك البلدية رح ترجع لنا مرة تانية. قال الأوضاع منيحة وكل الأمور هادية هنيك. اجت هالبرقية إلك، قال مستعجلة. شو صار سيدي؟ في شي؟ خيري أخذ رنا ومليكة رهائن، يلا رح شو؟ نطلع. يلا. ألو؟ بابا لا تقلق علينا، نحن مناح. صدقيني إذا حاول يلمسك لحتى أقتله. لا يا، صاير عم تعرف تقتل يا حشرة. اسمعني ولا، بتجهز المصاري وجواز السفر وبرجع بتصل فيك، وإلا رح أبعت لك بنتك بالشحن قطعة قطعة. فهمت؟